مولاي الكريم أنت. هذا ليلة مولد الإمام الجواد عليه السلام. ما أقول لك يوم ثاني الصبح، لا، الفجر قبل وقت الصلاة إجاني المسج الصوتي، إلى الآن أحتفظ به، من سلطنة عمان الحبيبة. سبحان الله، ذيك الليلة ليلة مولد الإمام الجواد عليه السلام، طفلة صغيرة بين الموت والحياة، الأطباء طلعوا بعد قالوا ما إلها علاج، الظهر خلاص الآن في لحظاتها الأخيرة، وأهلها ينتظرون يتصلون إليهم يقولون إلها فارقت الحياة. فهذا اللي رسل المسج يقول لي شيخ ياسين أنا ما أعرفك ولا مرة راسلتك ولا التقيت فيك، بس خبرونا والمجلس وأنا أتابع، والبارح احنا ضايق خلقنا على هاي الطفلة فحطينا المجلس نسمع، انت قلت الكلمة، يقول انا ما طلبت حاجة الي ولا الى اهلي، بس طلبت الى هذه الطفلة اسمها رقية بين الموت والحياة. فيقول رفعت ايدي وطلبت باسم الامام الجواد عليه السلام، توسلت الى الله بمقامه، شيخنا اتصلوا إلنا قالوا خلاص تجاوزت مرحلة الخطر وهي في صحة وعافية ببركة باب المراد محمد الجواد عليه السلام. سبحان الله، بنفس اليوم اجاني ايضا صوت، هذه كلها صوتيات محتفظ بها ومراونها الاخوة. الصوت جاي من وين؟ من تركيا. هذه احدى الاخوات المؤمنات من سنتين كانت طالبة، عندها طفلة، والطفلة تقريبا 3 سنوات عمرها، اسمها معصومة، إلا من عمان اسمها رقية، العراقية اللي تتعالج في تركيا اسمها معصومة، طفلة صغيرة صورها عندي صورتها. الأطباء عجزوا عن علاجها، قالوا ما يصلح لها عملية لأنها في القلب وما تتحمل، ولو نسوي العملية يعني تفارق الحياة، فيأسوا من عندها. فتقول لي شيخنا توسلت بسيد محمد سبع الدجيل، سبحان الله إجانا الطبيب نص الليل مو بدوامه، وسووا لها العملية وتحسنت وتماثلت، والآن في طور الشفاء ببركة محمد وآل محمد صلوات الله عليه.